كنت من بين عشرات الزملاء الصحفيين والمواطنين الصحفيين المحاصرين على حدود سوريا الجنوبية، وكان علينا الاختيار بين القتل أو الاعتقال أو التهجير القسري. تواصلت مع مساعدة الطوارئ في مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. طلبت منهم إنقاذنا من الأهوال التي حلت علينا في الجنوب السوري وفي الشمال حيث مكان نزوحنا الجديد. بفضلهم كنت من بين 12 زميلا نقلوا إلى ألمانيا.